تغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا لواء الدعوة من بعده، ففتحوا البلاد وحرروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحباب، ونسأل الله جل وعلا كما جمع هذه الأبدان في هذا المكان المبارك بإذنه جل وعلا أن يجمع القلوب والأفهام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل مذبذغ الكلمة، لا بد أنشك الإخوان القائمين على هذا اللقاء الطيب المبارك، وهذا السبب الذي جعله الله على أيديهم اجتماع ونتا، فداعين لهم بالوفاء والخير والبركة. كما نشكى عوض الإخوة القائمين الغرف البلطوك نور على نور، والموقع نور على نور، فانثنين وخاون نسين شيء ذوات نسن، إلا أن نسنيثن الأفعال نسن طيبة والمساهمة نسن قد دعوة إلى الله جل وعلا. وكما نشكى عوض الإخوة الحاضرين الأخوات النغذاء قيل مركز ونتا، فنشكاريشكم نتحياشكم وأذي بارك الله عز وجل ذكم وقل مجهود ويتين إذ قيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كل خطوة خطوتموها من بلد الذي تقطنون فيه أو هذا البلد إلى هذا المركز أن تكون في موازين حسناتكم، يوم تلقوا ربكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما نشكى الإخوة النغ إني ذا ينغتسران روح حاليا قل موقع نور على نور وقي غرفة البلطوك نور على نور، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نورا على نور. الدرس نغ الدورة يا ثانيتا تحت عنوان أمختفضل المشايخ النغ فيما قبل، أنها باسم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعنى الاعتصام ذنيتا هو أنه المعنى ينزمازيخ إخسان غنطف ميجي غنطف بحبل الله. وحبل الله من يعنى هو القرآن، أمخينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إنك حبل الله هو القرآن الممدود، أو القرآن هو حبل الله بين السماء والأرض. فالصلة إذا ينغجم عن أقل الله جل وعلا بين الله وعباده هو هذا القرآن. فما دام أننا بلاد ميتيري يجزق القرآن فلا شك أن الذل إتيري خاص، فإذا ما يقارب القرآن فالنصر والعزة والتمكين تيري خل أمة إن شاء الله جل وعلا. الكلمة النهارة إن شاء الله هو التوحيد قبل الوحدة، لأن نزار العالم الإسلامي حاليا والحقيقة ثا وتنكور ذيج، لابد أن نقر بأن العالم الإسلامي يمر سجن الزمان صعب، الذل ذي الهوان ذي الضعف ذي الانكسار. ولكن السبب ينس أنه أتنسني إن شاء الله قل كلمة ثانيتا. تنكن بعض الدعاة الغيوريون أو بعض الشباب فقان من توقعنا ميا سلينكسار الضعف الهوان الطمع العدو جي الأمة يا ثانيتا هو سبب التفرقة الأمة الإسلامية. نقبي أن أورا ونيتا حقيقة غاسج الناصب زجي الحق، ولكن هل هو مبني خل الأصل نغلا؟ هل عدم الاجتماع وعدم
لانسجام الأمة الإسلامية تكمر سواء في مشارق الأرض ومغاربها. نتيجي جا الضعف نمسر من حاليا وضعف التمكين حاليا على وجه الأرض غير ذلك. فلا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم نغ جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلين 32 الأقوى من سن. فبعض الأحيان أتى النبي سيد القوم نس يوفى الأمة نس مجتمعة لكن على ضلال على شرك على كفر. أمخنا الله عز وجل كنتم أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فعلى حسب التفسير أن ذين القول كانوا أمة على التوحيد وذين جل القول من سبل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يرجى الأمة في الشرك. فيبعث الله عز وجل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. ومع هذا يبعث الله تبارك وتعالى الرسل نمشي أذي جمع الأمم أو الأمة الرسلني زي الشتات وإنما يبعثيثن الرسالة التوحيد وهو قبل الوحدة. أي رسول أي نبي يسد الأمة ينس إلا يسد ذي الدعاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالدعوة جميع الرسل من نوح عليه السلام مرورا بموسى عليه السلام مرورا بعيسى عليه السلام بأولي العزم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ميمي لأن الدعوة سنديشت دعوة الأنبياء وظيفة الرسل وظيفة النبيين هي الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الرسل صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى التوحيد إلى توحيد الله جل وعلا. فلأجل ذلك انتف أن الله تبارك وتعالى أذغن غخرق مش من أجل الوحدة وإنما من أجل التوحيد من أجل التوحيد. ميمي لأن مري توفى التوحيد فتوفر بإذن الله عز وجل الوحدة لأن الوحدة بدون توحيد مستحيل أبدا. لأجل ذلك يمكن أذي نشين الجناقة الأمم الضن أوروبا التاحد كذا وكذا لكن الله جل وعلا قرأت تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أن نشين تحسب الجناقة مون كذا وكذا لكن قلوبهم شتى. العبرة للقلوب العبرة في توحيد الله جل وعلا بالتوحيد الإيماني التصديقي ماشي التوحيد جي الأعمال وإنما العبرة هو أنه أنوحد الله جل وعلا. فلأجل ذلك يخرق نغ يقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بمعنى أن الله عز وجل ما خلق هذه البشرية من ألفها إلى يائها من عربها وعجمها من أحمرها وأسودها وأبيضها إلا من أجل التوحيد الله تبارك وتعالى وهو أذين المخلوقتنا لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه. وللأسف الكلمة ثنيتا جهلت بزاف مسلمن مع أن نثين ذي مسلمن ولكن جهن المعنى ينس وبالتالي مرمي تسقسي تشيني الجن قد اسمه معنى لا إله إلا الله يقرك بأنه جيشي ربي إلا الجن. وهذا الخطأ جي الفهم وخطأ جي الاستدلال وخطأ جي الاعتقاد إذ أن النصارى يؤمنون بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته واليهود يؤمنون بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته لكن يشركون في توحيد الألوهية وقد يشركون في توحيد الصفات والأسماء. أما التوحيد الصافي هو أن نقر بأن الله جل وعلا انتج جان متفرس العبادة بمعنى أنه رذي جن ما يستحقش العبادة سواء أسجد زجث سواء أسجد دعاء سواء أسجد الخوف سواء أسجد الرجاء سواء أسجد استعانة سواء أسجد استغاثة إلا الله جل وعلا. وأمقا توحيد الأنبياء الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى هذه الخليقة بل ومن أجل توحيد ومن أجل الكلمة يخرق الله عز وجل النار وما فيها ويخرق الجنة وما فيها بل من أجلها خلق القبر ونعيمه ومن أجلها خلق
القبر وعذابه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. قلنا أن دعوة الأنبياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذيشت، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. مرة يتحقق الأمة الإسلامية التوحيد ونتا، مرة يتحقق الأمة الإسلامية دعوة ثنتا من يدعى النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه زي الرسل ذي الأنبياء، فأبشروا بنصر من الله جل وعلا. وكما قال الله عز وجل: ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله. فنصر الله عز وجل لازم لهذه الدعوة. متى يعني اعتززنا الدعوية، نفقه الدعوية، نسريح نجانق الدعوية، نتفقه لشني قبل كل شيء قبل كل أحد الدعوية. لأن الله جل وعلا قرن: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالله جل وعلا إخبرنا بأن نشنيت همانغ الأمر نغمزقارو أنصلح الأحوال نغ، أنصلح الشخصية نغ، أنصلح المعتقد نغ، أنصلح العقيدة نغ، أنصلح المنهاج نغ، أما يوضن ضن من بعد. إذا باش خاص نحكم نغ ندعى من بعد حتى نصلح، حتى أذي نطالق الإصلاح ني زي الذات النغ، ثم زي الأهل النغ، ثم الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك الأبعد فالأبعد، وقس على ذلك. أما الإنسان ثم يعني أذي السور في بعض القضايا في بعض الأمور قبل التوحيد، فهذا ليس من دعوة لا نوح عليه السلام ولا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ينقن الوحدة قبل التوحيد، أقوم مغس يمسر من أذي التحدن، مغس نزو يمسر من أذي التحدن سكور شيتسن نشلين سن أنه جرس الروافض، جرس الخوارج، جرس المرجئة، جرس الجهمية، جرس من لا يؤمن قع ولكن هو ظليل بمظلة الإسلام. انت مثلا بعض الدعاة قالك خصنا غنوحد الصف، أقول ميغا غتوحد الصف، أجيني قال بأن أبو بكر كافر، أجيني قال بأن عمر كافر، أجيني قال بأن عثمان كافر، مخصن أنوحد الصف. الأمة ذاك سي وذان قال بأن أبو بكر كافر، والأمة ذاك عباد الله قالك بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنوحد الصف؟ بغياب العقيدة لا بد أن يختلط الأمور. أما إذا كان الإنسان وكانت الناس على قلب رجل واحد تدعن إلى توحيد الله جل وعلا، تدعن إلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم، تدعن إلى توقير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، رخنس الوحدة لابد تحقق، لأن الأمر العقيدة جاء مهم يتحقق. أما في الأمة من إطاح أو مرافض يتدعى أسيدي فران وشاي، أسيدي فراي عوناي، أسيدي فران الزقي حنجان، نغي الأمة الإسلامية جاني وذان عبد الله تبارك وتعالى، ولكن حلوليون والعياذ بالله، بل ديدنسن اقرك وكل في الكلام وكل الكلام في الوجود كلامه، سواء علينا نصره أو نظامه. يعني حتى الكلب ينبح للشارع اقرك وني الله يتكلم، نعم موجودون، بل اقرك وما الخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة، ويجن الصنفني وذن موجودين نسجاسن مغاشش نزو الصف أليت واحد، مع أن فران فران ذاك سنيجن البون شاسع. الكتب بعض المخالفين أمك الشيعة الاثنى عشرية الرافضة الاثنى وثانية، من قال غسل الكتاب قنس الكافي، والكافي اخترث الأجزاء الأصول ذو الفروع ذو الروضة، بل غسل رواية نسن بأن يقارك عن أبي عبد الله عليه السلام: من ظن أن لأبي بكر وعمر حظا في الإسلام فهو كافر، كافر من أحبهما. إنا أنا كفوس كفوس أجيب ذنا إنا أنيني بأن الأمة الإسلامية خصها تتحد، مرة تتحد صنفة نيوذن بئس الاتحاد.
شكت ترضخن أبو بكر ونيلعن أبو بكر بل غاصني جن تفسير باشا ونطول شي قيل مسألة يثع غاصني جن تفسير ما يسمى بتفسير القمي وانت من أقدم التفاسير غاصن أمو غشني غانق تفسير الطبري من أقدم التفاسير وتفسير القمي ونيتا قد طبعة تقذنت ذاك زنين مجلدة ومي يسيذ الخبيثة ونيتا القمي وإبراهيم القمي وانت زي الشيوخ الكليني صاحب الكافي والكافي غاصن أمو غشني غانق صحيح البخاري بل هو أجل غاصن زي صحيح البخاري ما يمي لأن معروض خل معصوم من قا قد تفسير ونيتين أمي ويذ أمي يسيد ذي فسر الآية قول الله عز وجل ضرب الله مثل امرأة في ضرب الله امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا من النقل القضية الخبيثة إنك هذا فيه اعتراض وفيه تعريض إلى أمنا وأمنا حفصة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها باش ويسي صرح شي زعما دي القرآن استدحى الله عز وجل زي النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيه تعريض لعائشة وحفصة ضرب الله مثل امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما ومن يسيذ الخيانة إنك ما أراد إلا الخيانة العظمى والخيانة العظمى من تعنى افسلت ذين إنك بأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى أقذ في طريقها إلى البصرة فيسيد غص طلحة بن عبيد الله فإن يا عائشة شمت الزودة تفغض وغنبو المحرم مغطة تفغض فإن صراحة حج أنمرك عائشة رضي الله تبارك وتعالى أم المؤمنين فالناس سوخة إنك إبراهيم القمي وكان يحبها من قبل على أساس أنها زنا ثم حفصة رضي الله عنها أنك منافقة وسيأتي يعني الدجال سن المهدي المنتظر أنه أتي سنك زغنظر يعني دي سك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ويقيم عليها حذ القذف قعمنايا عاذ أنيني بأن الأمة إخصص لابد التحد أقوم يغى التحد الأمة وزمة التحد إلا برز عقب كتاب الله تبارك وتعالى أكتاب ربها باش تسن الأعداء ينس أتسن الأحباب ينس أما سقي عواها قيني ذي مسلمان لليني قذي مسلمان أقام كي مشكل قال قد المسامحة وذنب المسامحة بل غاسني جن رواية في أصول الكافي وبصائر الدرجات أن إن كل أبناء الأمة أولاد بغايا أولاد زنايا إلا من كان على شيعتنا إلا من كان على شيعتنا القضية ثانيتين مش خاص مش جيفينو وإنما خاص نجي الكتب مصدر نوجي أنسترد نوجي اسمه أكثر لطول يعني لقصر الساعة فمن أجل التوحيد النبي أن وقبر ما دي سور النبي صلى الله عليه وسلم الوحدة إليه سورخ التوحيد وبرهان ذلك عود وبيسيد الأوس والخزرج نشين سن بأن الأنصار أنصار المدينة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم مكونان من الأوس والخزرج أمور شنقة أي تمسامان أي تواياغر نعم اثنين الأصناف نيوذان فإذا غاسن جلسن الحروب مستمرة غاسن الحروب مستمرة دائما وذاين تتن تحت الظل نسن سسن تتنموغ تقن حاليا ولكن اثنين شي تشوكسة شي تشوكسة كان جرسن حتى أن الحرب 4 ساعات استمر ضمن سنين 9 سنين عامين على حسب زمان لا مشكلة والله مش هاي هاي قدها وبارا نيقا وينستما موسبانيا على أي فالقضية أمي يسيد النبي عليه الصلاة والسلام وسنين شيء الأوسى رحم تسا الخضر أزرج رحم تسا وكني وذو ماثان ذي عرابان إلى غير ذلك فقم صالح لا وإنما أول من تدعى ادعاثني إلى التوحيد إلى توحيد الله جل وعلا ثم بيعنف فأمي بايعنت من يحقق التوحيد إني يحقق الوحدة
أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتآخي جرى الأوس والخزرج وأمر بالتآخي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. فالأوس والخزرج أمي قاسن صالح جرس ولكن ستوحيد بتوحيد الله جل وعلا تم توحيد الكلمة. ثم بعد ذلك يوقع جل انسجام جرس ثم قمج الأمة قنص الأنصار ثم وسند المهاجرين زقي مكة إلى المدينة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم سين ساون تعاود ستوحيد قبل الوحدة بين المهاجرين والأنصار فصارت الأمة إيش واحدة الأوس والأوس وأهل مكة. فيوشع استلمذ التوحيد لأهل مكة استلمذ التوحيد للأوس والخزرج ثم بعد ذلك يسيد توحيد الصف بين الأوس والخزرج ثم توحيد الصف والكلمة بين الأنصار والمهاجرين. والنبي عليه الصلاة والسلام من أول دعوته لقرص إعراب قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم قولوا لا إله إلا الله إن غير لا إله إلا الله لكن منهم إن النت منهم من أشرك بالله وكفر. المهم أن القلوب بيد الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أول دعوته إلى جسد توحيد الله تبارك وتعالى ومن أول وهلا دعوة إنس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لوط قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن وظيفة الأنبياء ومليط الأنبياء الملفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الله جل وعلا وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قل بداية ينس اهتم ستوحيد وقل مسار الحياة يعني اهتم ستوحيد يسيد غاز يجو صحابي ينس ما شاء الله وشئت يا رسول الله يسهر عادي ما شاء الله وشئت يا رسول الله ينس أفن أجعلت لين الله ندا وهو خلقك بل قل ما شاء الله وحده. الإنسان غاز المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان غاز المشيئة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ العقيدة في قلوب أصحابه ميمي لأن سبر العقيدة صفر إس العقيدة 100%. قال أفن لك أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. بل النبي صلى الله عليه وسلم إليه تتمس الأمر العقيدة حتى أجي حنجني مزيانا أجي حنجني مزيان إجن هاي ريت جوانينس جي خدابة عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه والحديث مشهور ومعروف إنس يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك اسم مدس التوحيد من عنا ودي يحفظن أبي نشي نقرص ما عليك شو قيخشي سطومو بينا ميا أتبيو ذاقي التراكتور ما عليك شي قيغا ميا أتبو ضبغي قرحيض نعم والسبب والسبب لكن إني لو أن الله جل وعلا يقدر يذفغ التراكتور إني أتبو ذفغ ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن بشا أذيني من أذم الله أقاثي نقاثا لا دائما يخصص أذي قدم الله جل وعلا. فلأجي ذلك عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقرأك لو قال الرجل لولا الكلب لسرق السارق فيكون أشرك. يخصص دائما أذي قدم الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل هو خير حافظة من مثل ما يوقعتي بابس يوسف عليه السلام مما يعقوب عليه السلام يفقد يوسف عليه السلام لأن الناس ضوينس إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ذا العلماء قنقوا إني شيء فالله خير حافظ ولكن بنيامين إنس فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فحفظ الله عز وجل لابد تجد ذمزقار حفظ الله تبارك وتعالى. احفظ يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد أمامك إذا سألت فاسأل الله الله يحفظكم وإذا استعنت فاستعن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت
على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بما. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بما كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ذاك سجن التعليم الناشئة، ذاك سجن التعليم الأمة الإسلامية، ذاك سجن التعليم أنجان. نشني أنجان انتجتن قبار بلاي ستيشن لمعسقان، انتجتن قبار الانترنت، قبار ما كاي مشكل. نعم ما كاي مشكل، ساعة بساعة. أما غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيني لو أمنا يا رسول الله لقد نافقت. إذا ما يمي من يوقعان مش يدعون إن يا رسول الله مرمي تيريق أكيدكم أكيدك تيريق شي الإيمان شي كذا وكذا صحي صحي جن لطمئنان، ولكن مرمي طح على الدثينه وداعب أهلي وأنظر إلى عيالي فإطاح إيمانيني إن سياحا ضل أو تغي يعني الاسم صحابيني إن ساعة بساعة ل... نعم حنظر. طيب لو بقيتم على الحالة التي تيريم كيديك النيو ما عليك شي تيريم نغتغيمم الحالة اني ميلة جماكيدي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة بساعة. ليس انا في الجيش خميس تياوي افيريا تياوي ذا تياوي ذا اتج هذه الكمبيوتر هذه ثم ذي عياشي عاجة، لان مسائل العصرية لابد من هذا ما اكيس اندمج جي الحدود. لكن باشا يعني انا اعرض كل العرض كل الاعراض يعني تربية الناشئة النق الا. والنبي صلى الله عليه وسلم مرمي السرمد عبد الله بن عباس، فكذلك إلي السرمد الأحفادين الحسن والحسين رضوان الله عليهما، إلي تز بل الحسن إلي السرمد دعاء القنوت، دعاء القنوت ودعاء القنوت ذاك التوحيد ذاك توحيد الربوبية ذاك توحيد الصفة والأسماء، وكذلك إلى اسم ماذا الرقية بسم الله أرقيك من داء يؤذيك ومن كل شر حاسد وعين الله يشفيك، وإلى القرص هذا كان يرقي بهما جدكما إبراهيم بنيه، إلى اسم ماذا سن ومع ذلك تقاسن الرقية، لكن اتعلق سن القلب سن بالله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني زقي أول وهلينس أنه إذا يتدعى إلى توحيد الله جل وعلا. ثم إخصص لابد من هذا ماذي السن بأن الدعوة يا ثانيتا لابد إخصص من هذا ماذي اسمع. قال أنبياء نغينثند بنو إسرائيل جن عدبنثند جن سكمثنثند، بل يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل ذنغى مئة نبي غاصن يحيى عليه السلام، وما ذاك إلا من أجل التوحيد، لأن النيت جينيت دعوة ذيشت. فالخباب بن الأرط رضي الله تبارك وتعالى عنه إجن الشاب ما شاء الله ذا صحابي ومعروف أنه إنك كنا أو كانت قريش تعذبنا أشد العذاب، وذات يوم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا في ظل كعبة، في ظل الكعبة يعني لا يقيم سودين ظل الكعبة، وقريش سعد بن الصحابة يعني العذاب شديد. إنك فنروح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا أما ترى ما نحن فيه ما أتويد الشيء شدة إغانغ أقل كفرين المشركين قريش. يسن النبي عليه الصلاة والسلام إن لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بهم فيحفر لهم في الأرض ثم يطمر السلف ذند السلف ذند حتى وزقن ثم تاوين رمنشا فاسنو سانت ذا خشجيف ثم انشرن من هذا مني فلا يردوه ذلك عن دينه. وكانوا يؤتون تاوين منافم تاوين سروكات سلفتن قوكسوم زغر نكسومني تيجان خصوص ولا يردونهم عن دينهم.
فوالذي محمد بيده إن هذا الأمر ليتمه الله جل وعلا حتى يسافر الرجل من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله. العرب سعد الصحابة ينس قلة قليلة 14 20 تحت العذاب نتي قرص الخباب الأرض الأمر والدين ونيتين أتبلغ الله جل وعلا أتنسى الله جل وعلا حتى تفهمنا ذم يتصابق قيمكا إلى وزمة من هذا الذي يفقص إذا الدذي نس هذه صخة انتي قرص وخة عاد الدين وانيتين أتنسى الله جل وعلا ثم أذفق من هذا هذه صفص قي صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله يعني يتفذين الأمن ذي الأمان الناس ولكن الناس ولكن تستعجلون ولكن ولكنكم قوم تستعجلون يه خصوصا بعد الشباب الزنات زن ضيا ضيا كل شيء تسمى يبدر التزم نهارا ذو الشيخ السيسي قراص لا من يخصص يبدر ضيا ضيا لا تفقه الدين الدعاء يوزن الظن الدعاء الشباب امشي صلح الامور ندداف صلح الامور الذاتينك لان بزافني وذان مثلا يتلتزم ولكن يتلتزم غير حقيقة غير صحيح اما يتلتزم معوج نيغ ويسشو ميقان بالتزام ثم يتغي ما يتشقى في تشقى والمثل يقرأك فكم من معيب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم أتذن توغسوي فيهم شيء نسأله ولكن السورق المسائل العظام لا من هذا ملتزم فذي التزم حدود الله تبارك وتعالى أذي أحمد الله جل وعلا أن هداه من بين العالمين لأن كم زي الشباب حاليا نقضي البيران كم زي الشباب حاليا نقضي كانتينة كم زي الشباب رخاء قنقي القهاوي قيمن كم زي الشباب حاليا نقضي الشوارع يتصعكوا يخضرش الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يوش الذكرى ونيتا بشاء الذكر الله عز وجل وتحفك الملائكة فهذه نعمة زقي النعم الله عز وجل فلا بد الإنسان ذي شكر النعمة يثنيتا سواء الشباب نخ الشيوخ نساء أم رجالا لا بد من أذن يعني ذي شكر النعمة الله عز وجل مع أن ولو أن الإنسان ذي عيش طول عمر نوح عليه السلام أو أدعيش أبد الأبدين وزما أذي أدى شكر الله تبارك وتعالى مصداقا لقول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأخوذ زما يعني من ذم ذي عيش ألف سنة أتحسب غير طيطاوين غير جنطيط حسب المنافع إنس إيرس شحال المنافع إنس مرة الإنسان وغصبه إنس بزما هذه قم جيدة إنس مرة ولو طيطاوين قم جيدة إنس مرة ولو إيضان قم جيدة إنس نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها للنبي أن التوحيد قبل الوحدة نشني السن بأن العالم النظر يعج الشركية صح نغلى صح غانغ الشرك قل أمة وزمانين إلا لأن انتوارا جان مصلين الموحدين إياه ولكن جان خلي عوض من أذن يشرك بالله جل وعلا انت ذا مسلم ولكن يشرك الجهل سبب الشرك انت الجهل من بينهم مثلا من بين المسائل المشاعة المجتمعات المجتمع الإسلامي خصوصا إلى غير ذلك أنهم نذمر ميتاس أدي الزج قرق وحق الليمة نيغو حق الطعام نيغو حق المرح نيغو حق للمكة والرسول عليه الصلاة والسلام من سبينا أوروا الجهل انت ماشي المقصود انه يؤمن يشرك بالله جل وعلا لا يقرك لا يقرك نش موحد مسلم اعوذ بالله من قدميا ولكن تيجهل التوحيد
لو أن أنت يسر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من حلف بغير الله فقد أشرك أسيني إياه زما تزجق بغير الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لك لئن أحلف لئن أحلف بالله كاذبا خير لمن أحلف بالله بغير الله صادقا. من يزج بالله تبارك وتعالى كاذبا يقال لك حسن زكي مرة الزج بغير الله عز وجل كاذبة أو صادقة، بمعنى لأن الكاذب زكي الكبائر ولكن ماشي زكي الشركيات. أما الحلف بغير الله فهو زكي الكبائر الشركيات. إذا وجد جاء دايتين ضمقران الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وكذلك أنت مثلا من بين الأمور أن من أذن زيار رندان رندان يجي تصنف قراءة القرآن، مع أن كلام ربنا جل وعلا يخصنا ذن دائما من أذن ولو يخدم إلى غير ذلك. فمخ مثلا شيخ فينس يخدم ثمانيان ساعاتين هذه وش الخدم اسمى هذه وش شيخ فينس نغر وقت فينس إجن عشران دقائق نخمسة دقائق لكلام الله جل وعلا. لأن الإنسان مرمي في القرآن اسمى إقاء ونتصور ذاك ملك الملوك صور أجل الله جل وعلا، لأنه ني الكلام الله تبارك وتعالى الزاكسي ينزل الكلام ونيتا ينزل تخل النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله جل وعلا. إنسان مرمي السور مرمي قال القرآن قد تناجي ربك صور ذاك أجل الله تبارك وتعالى. فمن ذمة تظن هاي كمر انت طا 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 السواري تدعى إلى غير ذلك وسيمين إقاء نهاية غادة تقاسي وغش القرآن أي واقع كزغ نغ القرآن دائما قارثني دائما قد صناف. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقارن بأن العزة يقارن بأن الوحدة للأمة أقف في كتاب ربها إخسانا غان تمسك الكتابة ونتا باش أتيني غان العزة النق أتيني غان تمكن النق لينشني ماشي لابد إخساس جميع البشرية أتمسك القرآن تمسك زيك شك وحدك أنت الجماعة ولو كنت وحدك شكل الجماعة ولو أنك وحدك قاض القرآن طبق القرآن إذا دافينك فشكل الجماعة ماشي لابد حتى نخزى الأمة على قلب رجل واحد عليني إياه الخير رخاقيك. لا، وإنما الشيء بالشيء ليس نذي بذا سيخ فينس ثم أذي انتهى إلى ما هو أعلى وأعلى. لما خزاق المجتمعات النغ مثلا الأمور الزنا مجتمعات نغشور الزنا لا شك أنه من هنا وهناك الإنسان يتفق في غزاء المناكر ما السبب؟ هل السبب هو أنه أنوحد شيخ في النغ باش يوتيليش الزنا؟ إلا ما أنوحد شيخ في النغ يمكن أتيلي الزنا عشان نظن السبب النغ أنه ذنب العقيدة. الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. إذا أنت نجي الغرسات جي المكان إنك النبي صلى الله عليه وسلم ميوصفان يوم الآخر إنك تدنو الشمس من العباد ثم يذن تدن أتى في جني طواس في ذينس حتى يفدن يجن حتى يمصدنينس يجن حتى النص إنك ومنهم من يلجمه لجما حتى لذا وغسل ذي يتنفس وانت في جن الصنفني وذن سبعة أصناف تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أني لكل شيء يوذاني. من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ذات مال وجمال من إنا إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين مزينا إني أخاف الله رب العالمين العقيدة. لأن ما عليك شو أصبو العقيدة أتى في الناس أمو شغنج عاشين ذات منصب وجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولدينها ولجمالها
النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب وجمال، غسل المكانة، غسل المنصب نس، ماشي أم يوايش تنعادي وها، ثم غس الجمال، ولكن ونيشي غس الدين، لأن ما عليك شي غس دين تفوز النشا راحي. فمن يسن أن تومي غس العقيدة صحيحة، العقيدة إني من عتق الزنا، إنس إني أخاف الله رب العالمين. إنس إني أخاف الله رب العالمين. ثم ذي نجد الحديث في صحيح البخاري ومسلم، إجن الحديث عظيم ذاك الفوائد تبقرانين، ولكن شي نقتصر غير إجن الجزئيين بسواها. حديث إنك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم خرج ذات يوم ثلاثة نفر من بني إسرائيل أفغن فيوثقاس ننزا ومي يوثقاس ننزا فأوثفن جيجو جيج الغار يفري يسقر فأومي يوثفن جي الغارني بشاء تستارحن فهو خاصن يجوزرو ابن العاسن الحفراني ثم ابن العاسن أمكاني فأزدنا تفن وزبات فن الموت محقق لابد المثل فاجتمع الجلس انك شوف قارو خام كانوا وإذن ما حد ذا نغي نجزقس إلا الله تعالى فاخزام كوري جنزاق نغزر أثيذنغ أنه إخساس أذي عقر إخساس أذي عقر خشي العمل إجيت خالصا لله جل وعلا ثم أذي طلب زق الله تبارك وتعالى أنه أذي فرج خانغ إجل الجزء إجن الجزء إجن الجزء زقو أزروني أربع أربع حتى ذي أذي فرش قع فمن بينهم الجن إنس اللهم إن كنت تعلم والله عز وجل يعلم علام الغيوب لكن ثا البشر ضعيف أربع ساعاتين تزيل الزكس القدم ولكن ما نيا مغتفر عند الله جل وعلا إذا كان يعني عن حسن ظن ولكن بدون قصد إنس اللهم إن كنت تعلم مش بدي غو عيش دي وخ 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 قلب جهود قلنا ينتقيت مو خاصة قلو خاش الله أذيني وخ وخ أزقر وخ الزيا إنس اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم لي وكنت أحبها كما يحب الرجال النساء نش إلى تجغيجني تجيز نعمي أنه إلى خصخ أمخ تحباني يا قد أنت مغارن إجنها إلى الزق الزقس الأمر فذني باشا نش أكرب بيغ نغ أكل بيغ الرغبة إنك هذا يدوشد 100 درهم أو 200 درهم فروحك جمع غدين عاشيني ثم أسير فبرح غاس سصغاس المبلغني ثم اقيم الطفينس امقنا النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الرجل من المرأة ثم مدزنا انتف انس اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقه يعني مرى ذاكشي الايمان ذاكشي التقوى انه اتقرب امكاني الا الامر الشرعي وهو العقد عقد الزواج فرجعت عن ذلك جيغز عاشيني ثم عقبغ مذني اتق الله فيا رب نشجغ منيني لاجل وجهك لاجلك فان كنت تعلم انه لاجلك فافرج عنا ففرج عنه ميمي وني ويقترف شي الزنا لان غص قول الله تبارك وتعالى العقيدة الصحيحة إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين. بالنسبة قضية الغش المجتمع النظ يعني يجي الحقيقة إن الأمراض أمشغل الميكروبات الفيروسات إلى غير ذلك إلا أن الفيروس يذين تجي تنشني الغش جي المأكل الغش
قير ابني، ارغش قير المشرب، ثم انقرت الأمة خصها تتحد. أقوم يا تتحد أقول غشاش؟ قا كيف شي الجن؟ النية يجن ذا غشاش. يجن ذاك النية سنوقو في السينية يجن ذا غشاش. التحدنينا وتما التحدن وذا غشاش. والنبي عليه الصلاة والسلام السبب أنه يتغشى لأن ويستنشي قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. بل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في زمان ينس أنه الذي نجن ضمغاف ذي الناس يجيس يا بنيه خلط الماء مع اللبن فذي الناس يا أمه ألا تدري وألا تعلمي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إن هيا أنان ومن أقوغي الناس يا بنيتي إن أمير المؤمنين في بيته ولا يرانا. ما يسنثني غسل عقيدة صحيحة، غسل عقيدة طرية زي النبي صلى الله عليه وسلم نسي أمه. إن لم يكن أمير المؤمنين يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. من غسل عقيدة صحيحة. فالأم زجرت يجيز سميزي العقيدة صحيحة. نشني مرض الناس يجن الكسوغي يجن الكاس قوامان قوغيني أتكب 5 لتر قوامان أسني عادة إما عاد غزغزة الكاس عاد شمرار أسنى نوع شي حاجة ما يمي العقيدة والو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك حب أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ويقال لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من يعنوني الزق نغنشني يزوشني الجن أتغش والله الذي لا إله غيره صنغي الجن سيدي عقب أبوذ حانوت أسير 10 رسول دي ما شيخش نعاش قارك مش من أذكي غص 10 رسول أمي وشت أمي وشت انضض الشارع. من سبب قارك لأنوني إغشاي قارك نش تسمى تفخص المسألة تفخص المسألة ولكن روغا أغص عقبه يجيك إذا حصلت خمس 10 رسول دي انضطق الشارع عم قرب إنك عم صلاح خاص ما يمبي لأن الغش السرقة الطعن. خلاصة القول باش طول الغشي السيدة أخذت طفين وقرية مرطرقة صافي. خلاصة القول جي منايا هو أنه إخسان غندرك بأن لا وحدة إلا بالتوحيد. نشرين زار الأمة الإسلامية حاليا الملجأ ماني من غانق باشا اتحد الأمة الإسلامية يسهر انرمز التوحيد انرمز المنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام ان اهدان غابي انزجا انزما الى غير ذلك ان تفقه اكثر بالتوحيد وان دعا الله عز وجل التوحيد ان دعا الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يريد على امر بين الامر النق ثم بعد ذلك مخن الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله. وأن الوحدة مع التوحيد وليس الوحدة وأن التوحيد مع الوحدة. نهاي غير التوحيد أتيري الوحدة نهاوي تريبو التوحيد وتريبو الوحدة لأن اللوازم من التوحيد هو الوحدة. ما نفقد التوحيد فمن باب أولى الأمة أتفقد الوحدة. نسأل الله جل وعلا أن يوحد صفوفنا وأن يرحم ضعفنا وأن يرفع منزلتنا وأن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يحفظنا وإياكم من كل شر ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يلم شعث المسلمين وأن يرفع من شأنها ومن قدرها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.